مشاهدينا الكرام، نجاح جديد يحسب للدولة المصرية، نجاح الدبلوماسية المصرية اليوم في استرداد كنز أثري مهم شهدت جدران وزارة الخارجية عليه بالتعاون بين وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار والسلطات الأمريكية. نجحت مصر في استعادة كنز أثري مصري ضخم. وللمزيد يسعدنا أن يكون معنا الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار. دكتور مصطفى، بنرحب بحضرتك معنا، وألف ألف مبروك على هذا النجاح الهائل. صباح الخير لحضرتك، صباح الخير للسادة المشاهدين، صباح الخير لمشاهدي قناة النيل. بداية عام 2023، كل سنة والشعب المصري بخير، بداية موفقة مع أول أيام عام 2023. تنجح مصر في استرداد قطعة من أهم القطع الأثرية، غطاء تابوت طلع من مصر بطريقة غير شرعية نتيجة حفر خلسة، مع متابعة مستمرة من مكتب معالي النائب العام وزارة الخارجية ومع إدارة الآثار المستردة، عرفنا نتابع والحمد لله العلاقة الطيبة مع أمريكا، قدرنا نرجع هذا الغطاء التابوت اللي يشتهر بكلمة التابوت الأخضر. التابوت الأخضر ليه هو أخضر؟ لا أبدا، ده اللون بتاع الوجه. لو بصينا هنا النقوش الكتابات الهيروغليفية بيتكلم على اسم صاحب هذا التابوت عنخ إنماعت، أغلب الظن بيرجع للعصور المتأخرة، يعني العصور المتأخرة عصر 27 28 29 30، ضخم 294 سنتي طول، فأقصى عرض هنا 90 سنتي. بصينا على الحجم، السكنس بنسميه ايه بقى هنا؟ بنسميه سمك الغطا. لا، ده كان واضح انه كان جواه تابوت تاني، لانه ما فيش موميا بالحجم ده، فيبقى غطا لتابوت اخر جواه تابوت جواه الموميا. يبقى اذا في لسه ما زال هناك تابوت المفروض يكون داخل هذا الغطاء. اعمال متابعتنا للاثار اللي طلعت من مصر بطريقه غير شرعيه لن تتوقف، الحمد لله راصدين وبنرصد وهنرصد، ومش هنفرط في حق قطعة أثرية طلعت من مصر بطريقة غير شرعية. هنفعل المستحيل ان احنا نرجعها تاني الوطن الاصل الام مصر. دكتور مصطفى، يعني كلمنا عن التعاون والجهود اللي قمتوا بيها مع وزارة الخارجية، سفاراتنا في الخارج، ايضا السلطات الامريكية اكيد كان ليها دور لاستعادة هذا الكنز المصري المهم. علاقتنا قوية جدا بكل دول العالم. على مدار السنوات القليلة الماضية قدرنا نرجع من أكثر من 30 دولة. علاقتنا حلوة بلجيكا، أوروبا كلها، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، رجعنا قطع من إسرائيل، رجعنا من أمريكا، رجعنا من إنجلترا ومن هولندا. فالحمد لله احنا بنرجع قطع أثرية طلعت من مصر بطرق غير شرعية بعلاقتنا الطيبة ومع الاتفاقيات اللي مضت عليها مصر، منها اتفاقية اليونسكو، ودي حاجة في منتهى الأهمية. فالحمد لله احنا متابعين كويس جدا كل القطع الأثرية، وبنرجعها وهنرجعها ومش هنفرط في حقنا.